السلام عليكم، أنا اسمي وهاب، أحب أتكلم معاكم في كل ما يتعلق بالموسيقى. اليوم فيديونا شوي مختلف، اليوم راح نسوي ريفيو على كتاب أنا قريته وحاب أرويكم إياه. الكتاب اسمه الهارموني، تناغم الألحان، للدكتور عبدالله المصري. بس قبل أن أتكلم عن الكتاب نفسه، خلنا نتكلم عن دكتور عبدالله. دكتور عبدالله المصري مؤلف كبير وله اسم جدا كبير في عالم الموسيقى في الشرق الأوسط. له مؤلفات كثيرة، منها سيمفونيات وكونشرتوات، ودارس في كونسرفتوار تشايكوفسكي في روسيا، وحاصل فيها على شهادة البكالوريوس، الماجستير والدكتوراه في التأليف. له خبرة جدا كبيرة، فوق 20 سنة في تدريس مادة الهارموني. مثل ما تشوفون الكتاب اسمه الهارموني، وأنا لي الشرف أني أقول أن أنا درست تحت إيد دكتور عبدالله المصري. هو أحد أساتذتي اللي درست عندهم مادة الهارموني ومادة التحليل الموسيقي. خلنا نبدأ في العنوان. العنوان هو الهارموني، تناغم الألحان، الهارموني الدايتوني. راح الحين نتكلم ونشرح حبة حبة شنو يعني العنوان. الهارموني تناغم الألحان، طبعا الهارموني كلمة مو عربية، فلما نقول تناغم الألحان هو مجرد ترجمة لكلمة هارموني. بس لما نشوف العنوان اللي تحته اللي هو الهارموني الدايتوني، طبعا احنا شرحنا شنو يعني هارموني، الحين ندخل في كلمة الدايتوني. الدايتوني اللي بالانجليزي هي دايتونيك، وطبعا هي تكون كلمة مؤلفة من كلمتين اللي هي داية معناتها سبعة، والتونيك أو تون معناتها نغمة. فداية تونيك معناتها نغمات سبعة. فلما نقول الهارموني الدايتوني نقصد فيها العلاقة الهارمونية بين النغمات السبعة الموجودة في السلم السباعي اللي هو سلم الميجر أو سلم الماينر. ممكن تلاحظون معاي إن حجم الكتاب جدا صغير، بس هذا الشيء لا يغركم، لأن المعلومات اللي في هذا الكتاب جدا جدا كثيرة وجدا كبيرة، وتحتاج انكم بين كل صفحة وصفحة توقفون شوية تستوعبون المعلومات وتتمرنون عليها قبل لا تنتقلون للصفحة الثانية، لان صراحة بين كل صفحة وصفحة درس كامل. المعلومات اللي في هذا الكتاب جدا كثيرة، نفس ما قلت قبل شوي، انا شخصيا دارس هذه المعلومات اللي موجودة لان انا ماخذها في تخصص الموسيقى. انا اقدر اقول لكم ان المعلومات الموجودة في هذا الكتاب هي معلومات مادة الهارموني اللي انا درستها في 3 فصول، هارموني 1، هارموني 2، هارموني 3. فمادة ما أخذها لمدة سنة ونصف، معلوماتها كلها موجودة في كتاب صغير. فلا يغركم هذا الشيء وتبدون تتصفحون الكتاب كأنه قاعد تقرون قصة، لا، أوقفوا على كل معلومة، أخذوا راحتكم فيها، حاولوا تتمرنون عليها قبل لا تنتقلون للمعلومة الثانية. في أشياء لازم تعرفونها قبل لا تشترون هذا الكتاب، هو أن هذا الكتاب بشكل خاص بالنسبة لي أشوف أنه موجه لطلبة الموسيقى. شنو يعني؟ معناته هذه ناس دارسة موسيقى. إذا أنت مو طالب موسيقى أو ما تعرف تقرأ نغمات، راح يكون الكتاب جدا صعب عليك، لأن مثل ما تشوفون الكتاب كله مكتوب بنغمات. إذا ما تعرف تقرأ نوتة موسيقية، راح يكون جدا صعب عليك إنك تقرأ هذا الكتاب. أما إذا أنت تعرف تقرأ نغمات موسيقية أو تقرأ نوتة موسيقية، فتقدر تأخذ الكتاب هذا وتتعلم المعلومات المفيدة اللي فيه. ثاني شيء لازم تعرف عن هذا الكتاب، إن هذا الكتاب اسمه الهارموني، معناته ان الكتاب هذا مخصص لقواعد الهارموني التقليديه. ما راح يطلع عن هذا الموضوع، يعني ما راح يعلمك على سلالم، ما راح يعلمك عن تاليف، ما راح يعلمك عن اي شيء خارج نطاق قواعد الهارموني. فاذا انت مهتم في الهارموني، هذا الكتاب راح يفيدك بشكل جدا كبير. الشغله الثالثه اللي لازم تعرفها قبل لا تاخذ هذا الكتاب، ان نفس ما قلت قبل شوي، ان هذا الكتاب من رايي مخصص لطلبه الموسيقى، لانه يتوقع منك انك تكون اوريدي عارف بعض اساسيات الموسيقى، منها الابعاد الموسيقيه، الكوردات، سلالم الميجر والماينر، والكوردات اللي داخل هذه السلالم. بس اذا ما تعرفون هذه الاساسيات اللي هي الابعاد والكوردات وطريقه بناء الكورد وانواع الكوردات والكورد سكيلينج اللي هي الكوردات اللي داخل السلم والفرق بين سلم الميجر والماينر وتفاصيلهم، لا تخافون، هذه كلها مواضيع انا اوريدي عندي فيديوهات فيها على القناه، فتقدرون تدشون قناتي وتشوفون الفيديوهات تتعلمون عن هذه المواضيع قبل لا تشترون الكتاب هذا. شغله مهمه لازم تعرفونها، لان دكتور عبدالله المصري دارس في كونسرفتوار تشايكوفسكي في روسيا، فهذا الكتاب يتبع المدرسه الروسيه في قواعد الهارموني. طبعا في فروقات بسيطه بين المدرسة الروسية وباقي المدارس الموسيقية، فمثلا أنا ما أتبع المدرسة الروسية، فمن الفروقات اللي راح تلاحظونها مثلا لو تتابعون أنتم قناتي، لما أبدي أرقم الكوردات راح تلاحظون لما أنا أرقم كوردات الماينر دائما أستخدم الأحرف الرومانية الصغيرة عشان أدل أن هذا الكورد كورد ماينر. بس في المدرسة الروسية هذا يعتبر خطأ، ما يستخدمون الأحرف الرومانية الصغيرة، دائما يستخدمون الأحرف الرومانية الكبيرة حتى للدلالة على كوردات الماينر. هذا فرق
بس بسيط طبعا يمكن ما يفرق وياكم بس للناس المتخصصة في الموسيقى الفرق بين المدارس الموسيقية راح يكون واضح. خلينا نتكلم الحين عن محتوى الكتاب. الكتاب هذا يتكلم عن قواعد الهارموني، معناته انه راح يتكلم عن موضوعين بشكل عام. الموضوع الاول هو شيء نسميه تون الهارموني، معناته طريقة توزيع الأصوات داخل الكوردات وطريقة تصريفها إلى كوردات ثانية، وراح نتكلم عن التصريف بعد شوي. والنقطة الثانية اللي هو شيء يسمونه الفانكشنال هارموني أو الهارموني العملي، اللي هي نظرية أنا تكلمت فيها في فيديو سابق، اللي هي أن كل كورد يكون له وظيفة في السلم وطريقة استخدام هذه الكوردات في أني أنتقل من كورد إلى آخر. بس بشكل خاص الكتاب يتكلم بعمق عن الكوردات، انقلابات الكوردات والقفلات الموسيقية وطريقة تصريفها. لما نقول كلمة تصريف هني معناته إنه شلون أنتقل من كورد إلى كورد. فمثلاً لما يكون عندي كورد C ميجر وأبي أنتقل إلى كورد F ميجر مثلاً، شلون النغمات راح تتحرك؟ هل هذه النغمة راح تصعد؟ هذه النغمة راح تنزل؟ هذه النغمة راح تتم في مكانها؟ هذه العملية اللي هي عملية انتقال النغمات من كورد إلى كورد يسمونها عملية تصريف. فالكتاب هذا يركز على تصريف الكوردات، شلون أنتقل من كورد إلى كورد ثاني بطريقة تكون جميلة وهارمونياً صحيحة. شغلة أنا وايد حبيتها في هذا الكتاب إنه مو بس مخصص للمبتدئين في الموسيقى أو في قواعد الهارموني، حتى لو كنت أنت في مستوى متقدم تقدر تستخدم هذا الكتاب، لأنه لو تشوفون في آخر الكتاب حاط لكم اختصار قواعد الهارموني كلها مع بعضها بشكل مختصر وسريع، عشان حتى لو مثلاً أنا الحين قاعد ألف مقطوعة موسيقية وتوهقت اني عندي كورد ماني عارف شلون اصرفه، اقدر اخذ الكتاب ابطل اخر الصفحات واشوف شنو الكورد اللي انا متوهق فيه ماني عارف اصرفه، واشوف القاعده مالته واحل المشكله اللي عندي. ندخل الحين في الكتاب الثاني اللي مكتوب عليه الجزء الثاني. راح تلاحظون ان الكتاب الثاني اسمك من الكتاب الاول. الفرق بينهم ان الكتاب الاول هو اللي فيه الدروس والمعلومات اللي راح تتعلمونها، اما الكتاب الثاني اللي فيه التدريبات أو التمرينات اللي راح تطبقون عليها اللي تعلمتوا. الكتاب فيه مئات 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 تمرينات اللي تقدرون تتمرنون عليها، وفي بعد اختبارات لمادة الهارموني نفسها، لمادة هارموني 1 و2 و3 نفس ما قلت لكم أنا دارس هذه المواد، والاختبارات الموجودة في هذا الكتاب هي نفسها الاختبارات اللي أنا اختبرتها في الكلية. فإذا حليت التدريبات بشكل صحيح هذا معناته أن أنت مستواكم مستوى طالب موسيقى عندنا في الكلية. في النهاية أحب أقول لكم أن هذا كتاب جدا ممتاز وأنصحكم فيه بشدة، راح يفيدكم بشكل جدا كبير في تعلم وفهم قواعد الهارموني. دكتور عبدالله المصري يعطي ألف عافية على هذا الكتاب الممتاز اللي مو بس راح يفيد طلبة الموسيقى في الكويت، راح يفيد طلبة الموسيقى في الشرق الأوسط بشكل عام. ونفس ما قلت قبل شوي أنا دكتور عبدالله المصري شهادتي فيه جدا مجروحة، لأن أنا نفس ما قلت أفتخر أني درست تحت إيده في مادة الهارموني والتحليل الموسيقي. ومن دون أي مجاملة صراحة أول مرة يمر علي كتاب مختصر لي قواعد الهارموني بهذا الحجم الصغير، من دون أي حشو، من دون أي كلام زايد ما منه داعي، كلام مختصر وعلى قولتهم بالإنجليزي يقولون to the point, straight to the point، بدون لا يلف ويدور في الكلام. هذا الكتاب أنا شريته من مكتبة صوفيا في منطقة حولي في مجمع بروميناد. هذا الكتاب مو موجود إلا عندهم اللي هي مكتبة صوفيا في الكويت، بس إذا أنتم مو عايشين في الكويت لا تخافون تقدرون تشترون هذا الكتاب، لأن مكتبة صوفيا يوصلون إلى دول الخليج كلها. راح أحط لكم المعلومات اللي تحتاجونها عشان تشترون هذا الكتاب على الشاشة في الديسكريبشن تحت. إذا استفدتم من هذا الفيديو حابين أتكلم عن كتب زيادة راح تفيدكم، لا تنسون تسوون لايك وسبسكرايب على الفيديو، ونشوفكم في الفيديو.